Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة. Aujourd'hui, on va discuter ensemble une nouvelle règle grammaticale تخدم بالوعي dans la vie quotidienne. النهاردة هنتناقش مع بعض في قاعدة مهمة جدا وسهلة جدا مستخدمة بكثرة في الحياة اليومية. À savoir les articles contractés. Les articles contractés. Les articles contractés, أدوات الإدغام. كلنا عارفين يعني كلمة article. Article أداة. جماعة article أدوات. عندي أدوات article ديفيني أداة معرفة. Article ديفيني أداة نكرة. Article بختيتيف أداة تجزئة. هنا في اللصون بدايتنا اسمها article contracté. كلمة contracté أداة إدغام. أداة إدغام يعني كلمة إدغام. أنا مش فاهم يا مستر. هي اندماج او ارتباط او دخول ادوات المعرفه اللي هي لو لا الابوستروف لي مع البروبوزيسيون حروف الجر مثلا الا او دو فبيطلع لي ارتيكل مختلفه يعني انا عندي حرف الجر مثلا ا او دو بيجي بعد منه ارتيكل ديفيني لو لا الابوستروف لي فبيطلع لي ارتيكل مختلفه خالص انا هتكلم في اليونيتي بتاعتنا عن deux prépositions, et une préposition, le a ou deux. Et dans la leçon, c'est à dire dans lequel on a la préposition a. طيب. أول exemple معايا, أنا عندي كلمة ou. Ou, article contracté. Symbole devant les noms masculins singuliers. Elle est ou, معناها في أو إلى. بتيجي قدام كلمة أو اسم. الكلمة دي بتكون مفرد مذكر و معناها في أو إلى. Par exemple, au club. Au club. إلى النادي أو في النادي. ما اسمهاش club. اسمها au club. Au club. في النادي أو إلى النادي. Au jardin. Au jardin. في الجاردن. Au supermarché. Au supermarché. في السوبر ماركت. Au musée. Au musée, في المتحف. Au marché, في السوق. Au ciné, au cinéma. Au cinéma, في السينما. Au restaurant, في المطعم أو إلى المطعم. Au bureau, في المكتب. كلمة bureau, مكتب. Au théâtre, كلمة théâtre اللي هو المسرح. Au stade, في الاستاد. يبقى كلمة au article contracté معناها في او الى. الدرس ده مهم جدا عشان اعرف اربط استخدم جمله صحيحه. انا رايح المكان كذا. اعرف انا رايح الى كذا ازاي. طيب او ايه اصل او بقى؟ ال او دي جت ازاي؟ ال او ده حرف الجر لا بريبوزيسيون ا وجي بعد منه كلمه. الكلمه دي مفرد مذكر اللي هي ارتيكل ديفيني لو. ما عنديش حاجة اسمها لو. امال اسمها اسمها او. عشان كده سموها كونتراكتي. يبقى انا في الدرس ده بتكلم يا ولاد عن ايه؟ لا لتر او لا بروبوزيسيون ا. الأ ديت بيجي بعدها كلمة. الكلمة دي مفرد مذكر مثلا اللي هي هتاخد لو فبيطلع لي او. فأنا بكل بساطة بس أعرف لي إن او مع المفرد المذكر. باغ اكزومبل مثال Elle va club. Elle va club. هي تذهب club النادي. واحد يقول سهلة يا مستر. هي تذهب إلى النادي. طب إلى إزاي بقى؟ قال لي كده يا مستر إلى يعني آ والنادي طبعا كلمة مسكولة هتبقى لو. Elle va à le club. Elle va à le club. صح كده؟ أنت اللي بتسمعني صح؟ Elle va à le club. اللي هي تذهب إلى النادي. الفكرة صح بس التنفيذ غلط. أمال إيه الأفضل؟ أنا عندي كلوب كلمة مذكر إلى بتاعت المذكر اسمها طبعا ألو دي غلط. ألو غلط هتبقى إيه بقى؟ هتبقى أو. إلفا أو كلوب. إلفا أو كلوب هي تذهب إلى النادي. مثال آخر بيقول لي إلفا تياتر. Il va théâtre هو يذهب إلى المسرح. عايز أقول إلى
الى يا مستر يعني اه، وتياتر كلمه ماسكولا هتبقى الو تياتر، هتبقى كده elle va à le théâtre، elle va à le théâtre، صح؟ طبعا واحد يقول لي لا يا مستر الاجابه ايه؟ خطأ. طب ليه خطأ يا حبايبي؟ لان مفيش حاجه اسمها الو، الو على طول بتتغير لي بتبقى ها بتبقى ايه؟ au théâtre، il va au théâtre، il va au théâtre، يذهب الى، هو يذهب الى المسرح. مثال اخر، je vais marcher، je vais marcher، انا اذهب marcher السوق. ماشي، واحد يقول يا مستر انا اذهب الى السوق، الى يا مستر اه، والسوق مارشي كلمه مذكر، يبقى جو في ا لو مارشي، صح؟ طبعا الاجابه ايه؟ خطا. ليه خطا؟ ما فيش حاجه اسمها ا لو، امال انا عايز اقول الى، الى ولو انا رايح مكان مذكر هستخدم او، يبقى جو في او مارشي، جو في او مارشي، جو في او مارشي، انا اذهب الى السوق. مثال اخر بيقول لي il va musée، il va musée، هو يذهب musée، متحف. المتحف كلمة مفرد مذكر. واحد يقول لي يا مستر il va à le musée، ها صح ولا غلط بقى؟ ردوا انتوا. طبعا غلط. ليه غلط؟ الى كذا، الى مفرد مذكر هتبقى ها او، او musée، il va au musée، il va au musée، هو يذهب الى المتحف. طبعا كلمة او للمفرد المذكر. بعد كده يقول لي elle va ciné، elle va cinéma، طبعا هي تذهب عايز اقول الى السينما، الى يعني حرف الجر اه، والسينما مذكر فتبقى ا لو، يعني واحد يقول لي كده مستر elle va à le cinéma، elle va à le cinéma، طبعا الاجابه هنا ايه؟ بكل تاكيد الاجابه غلط، مفيش حاجه اسمها يا اولاد ا لو، امال اسمها ايه؟ او سينما، elle va au cinéma. يبقى لو انت رايح مكان والمكان ده مذكر مفرد مذكر استخدم او، او سينما، elle va au cinéma. مثال اخر، ma mère va supermarché، مامتي بتذهب supermarché، السوبر ماركت. طيب مامتي بتذهب، ما mère va à، ها الى، برافو، le supermarché. طبعا الاجابه هنا ايه؟ الاجابه خطا. ليه خطا يا اولاد؟ احنا قلنا مفيش حاجه اسمها ا لو، امال اسمها، اسمها او سوبر مارشي. مثال اخر، ال فا بيرو، ال فا بيرو، هي تذهب الى المكتب، بيرو مكتب، ماشي، ال فا ا لو بيرو، صح غلط؟ امال الصح؟ قال يا مستر هي تذهب الى المكتب. طيب مفيش حاجه اسمها ا لو، امال هتبقى il va ها au bureau، au bureau، الى المكتب. مثال اخر، يبقى انا عايزك تفهم لو انت رايح مكان المكان ده مفرد مذكر اختار او على طول من غير ما تفكر في ا لو، هي او على طول. باغ زون il va restaurant، وانا مغمض هتبقى ايه؟ او restaurant. طب لو واحد عملها كده غلط، طبعا ما بقولش il va à le restaurant، امال بتبقى ايه يا عمر؟ il va ها او، ها il va au restaurant، il va au restaurant. مثال اخر، الارتيكل الثانيه بقى، الارتيكل الثانيه ايه بقى؟ يبقى قبل بس ندخل في الثانيه خليك عارف ان الارتيكل او ديت او بتيجي قدام مفرد مذكر، خلاص كان اصلها ايه؟ كان اصلها ا لو. بعد كده الارتيكل الثانيه اسمها ارتيكل ايه؟ الا. مين اسمها الا؟ معناها الى برضو، تمام؟ الا دي سومبلوا افيك لو نو فيمينا، بتستخدم على اسماء المؤنثه، زي مثلا لما اقول مثلا الا فارماسي، الا فارماسي، الى الصيدليه او في الصيدليه، الا كافيتيريا، الا كافيتيريا، في الكافيتيريا او الى الكافيتيريا، الا غار، الا غار، في المحطه او الى المحطه، الا ميزون، الا ميزون، في المنزل او الى المنزل، الا بوست، الا بوست، في مكتب البريد، على بلاج، في الشط او الى الشط. طب قال لي الا دي كان اصلها ايه بقى؟ قال لي الا، الا دي كان اصلها حرف الجر البريبوزيسيون ا، وجي بعد منها كلمه في منها اللي هي لا، فالا مش هتتغير، معروفه الا بالتنازع ما هي، يبقى الا معناها الى، بتيجي قدام كلمه مؤنثه مفرد. مثال مثلا، il va
بوست، هو يذهب بوست. طب عايزه هو يذهب الى البوسطه، الى البوسطه او مكتب البريد. الى يعني ايه؟ قلنا الى يعني اه، ومكتب البريد كلمه مؤنثه، يبقى الفا على بوست. الفا على بوست، هو يذهب الى البوسطه. مثال اخر، جو في ميزون، جو في ميزون، انا اذهب المنزل. ها جو في على ميزون. طب انا مش فاهم حاجه يا مستر. تمام، احنا قلنا لو انت رايح مكان، خلاص انت اكيد رايح الى، الى المكان ده. الى دي معناه ايه؟ قلنا او مفرد مذكر، على لكلمه مؤنثه، هنا ميزون مؤنثه، جو في على ميزون. مثال اخر، الفا غار، هي تذهب الى المحطه. ها الى المحطه، الفا ا ها لا غار، غار كلمه في منى. مثال اخر، tu vas pharmacie، انت تذهب ها فارماسي، صيدليه. ها tu vas la pharmacie، انت تذهب الى الصيدليه. فارماسي كلمه مؤنثه فهتبقى على. مثال اخر، je parle fille، انا اتحدث الى البنت. انا بتكلم مع البنت. طبعا في كلمه مؤنثه اسمها يا ولاد في، مش في، لا في اي. je parle à la fille، انا اتحدث الى البنت. جو بارل على في، يبقى الارتيكل على قدام كلمه ايه؟ كلمه مؤنثه. بعد كده الارتيكل الثالثه، ال ابوستروف، مين يقولها لي بقى؟ ها برافو، ال اي ابوستروف ارتيكل كونتراكتي، معناها الى، بتيجي مع كلمه ايه؟ الكلمه دي بتكون مفرد بس بتبدا بلتر فويل، بتبدا بلتر فويل. زي مثلا ايه؟ à l'université، في الجامعة. à l'université، في الجامعة. à l'école، في المدرسة. à l'aéroport، في المطار. à l'hôtel، في الفندق. à l'hôpital، في المستشفى. à l'usine، في المصنع. كلمة université جامعة، كلمة بتبدأ بلا لتر U voyelle. كلمة école مدرسة، aéroport مطار، hôtel hôpital، usine مصنع. دو كلها كلمات يا ولاد بتبدا بلتر فويل، فبقت ال ابوستروف. نشوف الاكزامبل ده. يبقى هنا ال ابوستروف كان اصلها ايه؟ كان اصلها على لتر ا، بريبوزيسيون ا، وجي بعد منها كلمه بتبدا بلتر فويل. باغ اكزامبل، مثال، نو سوم اوتيل، عاوز احنا في الفندق. طب احنا في الفندق، في اللي هي ايه؟ اللي هي ا. تمام، اوتيل بتبدا بايه؟ بحرف فويل، يعني هتبقى كده يا مستر مثلا ال ابوستروف. تمام كده، نو سوم ذا لوتيل، نو سوم ذا لوتيل، نو سوم ذا لوتيل، احنا في الفندق. مثال اخر، جو ترافاي اوزين، جو ترافاي اوزين، انا اعمل اشتغل اوزين مصنع، انا بشتغل في المصنع. في يعني واوزين بتبدا بلتر فويل، فهتبقى جو ترافاي ا لوزين، جو ترافاي لوزين، انا بشتغل فين؟ في المصنع. مثال بعد كده اخر، بيقول لي il va hôpital، هو يذهب مستشفى. هو يذهب الى، الى اللي هي ايه؟ لا بريبوزيسيون ا، وهوبيتال بتبدا بلتر فويل، يبقى il va à l'hôpital، il va à l'hôpital، هو يذهب الى المستشفى. مثال اخر، je vais école، انا اذهب مدرسه. انا اذهب الى، الى اللي هي ايه؟ تمام، ويكون بتبدا بلتر فويل، جو في ا ليكول، انا اذهب الى المدرسه. بعد كده الفا ايروبور، هي تذهب ايروبور، المطار، هي تذهب الى المطار، يبقى الفا ا لايروبور، الى المطار. يبقى ا الابوستروف بتيجي قدام كلمه بتبدا بلتر فويل. يبقى انا عندي لحد دلوقتي ثلاثه ارتيكل، او لكلمه ماسكولان، الا لكلمه في منى، اي لابوستروف لكلمه بتبدا بلتر فويل. عشان كده سموها يا ولاد كونتراكتي، اتغيرت شكلها تماما. طيب عندي او افيك اكس، او افيك اكس، بسميها كده او افيك اكس، نفس النطق بتاعت او، بس او دي كان الماسكولا سانجوليي، دي او للبلوريال. او الى او في لكلمه جمع، دي كان اصلها ايه بقى؟ كان اصلها بريبوزيسيون ا، لا بريبوزيسيون ا، وجي بعدها كلمه جمع اللي هي لي، فما ينفعش اقول لي، امال بقولها ايه؟ بقولها او. زي il voyage
États-Unis. Il voyage États-Unis. États-Unis et les Unis d'Amérique. Amérique. طيب États-Unis. طبعا ولايات كلمة جمع فتبقى il voyage ها aux États-Unis. طب هل اقول allez الى كذا؟ طبعا ما فيش حاجة اسمها allez. امال اسمها ايه؟ اسمها طبعا ده غلط اسمها او il voyage aux États-Unis. Il voyage aux États-Unis. Aux États-Unis. Bantena aux. Bantena XZ. Aux États-Unis. Il voyage aux États-Unis. Il voyage aux États-Unis et la Louette et l'Outre. Et Bahnena. Ou avec X, on a le kelma et gamme. Ou avec X, le kelma gamme. Zay. Aux États-Unis. Aux toilettes. Aux pyramides. Aux États-Unis. Ou toilette ou pyramide. Nous faisons un exemple. Je vais toilette. Je vais toilette. Ana azab ila al hammam. Toilette, kelma jam'a. خلاص. يبقى هنا je vais ana azab a les toilettes ila al toilette طبعا اللي جابها غلط. ما فيش حاجه اسمها a les. امال اسمها يا اولاد؟ اسمها او. طبعا دي كده الي دي غلط هتبقى كده جو في او تواليت. جو في او تواليت انا اذهب الى التواليت. مثال اخر نوزالون بيراميد. نوزالون بيراميد نحن نذهب بيراميد الاهرامات. ماشي ده سهله جدا يا مستر. نحن نذهب الى الاهرامات يبقى نوزالون ا الى وبيراميد جمع هتبقى الي بيراميد. نوزالون الي بيراميد الى عك ده طبعا غلط 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 خالص. امال ايه بقى؟ مفيش حاجه اسمها الي. اسمها نوزالون او بيراميد. نوزالون او بيراميد. المثال اللي بعد كده il parle enfant. il parle هو يتكلم enfant اطفال. هو يتحدث الى الاطفال هتبقى يا مستر il parle ا برافو les enfants. اقول لك غلط. طب ليه غلط بقى؟ فيش حاجة اسمها أولاد à les enfants. اسمها il parle aux enfants. il parle aux enfants. أخلي بالي هنا أو هنضع حرف الـ إكس زد لو جه بعدها فويل هتبقى أوز. مثال آخر je parle garçon. أنا أتحدث إلى الأولاد. ها هل أقول je parle à les garçons؟ غلط. أمال الصح بتاعها je parle aux garçons. مثال آخر جو بارل في. أنا أتحدث إلى البنات. ها هيبقى جو بارل ها طبعا فيرب بارلي بياخد لا بريبوزيسيون أ فمش هقول جو بارل ألي في. أمال أقول إيه؟ جو بارل جو بارل ها أو في. طيب قبل بس ما نحل الاكزرسايز ده يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاختيك كونتراكتي يا اولاد. الاختيك كونتراكتي هي دخول الاختيك ديفيني لو لا الا بصروف ليه مع حرف الجر ا فتغير لي شكلها خالص. عندي 4 اختيك زي ما انتم شايفين على الشاشه. هم ال 4 اختيك عندي او الا لا بصروف وافيك اكس. او لكلمه مذكر الا لكلمه مؤنثه اي لا بصروف لكلمه فويل. الاو افيك اكس الكلمه جامعة. مين يحل لي المثال الاول؟ شايفينه؟ ها جو في ايتازوني. جو في ايتازوني انا اعيش في الولايات المتحده. ها ايتازوني يا اولاد ده مكان ولايات هي كلمه جمع وانا مغمض هتبقى ايه؟ برافو اوز ايتازوني. جو في اوز ايتازوني. هنا اوز هنطق الاكس زد اوز ايتازوني. جو في اوز ايتازوني انا اعيش في الولايات المتحده. المثال الثاني ها il étudie université. Il étudie. هو يدرس. Il étudie université. الجامعة. كلمة université. الuniversité الجامعة. الكلمة دي ها مذكر مؤنث مفرد بتبدأ بلتر اي U فويل هتبقى ال أبوستروف à l'université. Il étudie à l'université. هو يدرس في الجامعة. مثال آخر elle va à l'hôpital. هي تذهب إلى المستشفى. او ولا الله ولا اي لابوستروف ولا هو بيك اكس قدامكم سنه واحده بس. ها
Bravo. Hôpital commence par une lettre voyelle. Bharf voyelle. Hatibba. À l'hôpital. A et l'apostrophe. À l'hôpital. Je vais blage. Un azab blage short. Ou short. Je vais blage. Quel ma féminin. Féminin l'article est pas le féminin. Bravo. À la blage. Je vais à la blage. Un azab il a short. Il va bost. Ou azab il bost. Bost. طبعا مو في منا يبقى الفا على بوست برافو مثال اخر نوزالو ميري ميري اللي هو مجلس المدينه ميري ها كلمه مؤنث يبقى نوزالو على ميري برافو إلي بولونج بولونجري إلي بولونجري إلي بولونجري عاوز اللي هو في المخبز بولونجري مخبز طبعا بولونجري كلمه مؤنثه هيبقى إلي على بولونجري Il est à la boulangerie. Il est à la boulangerie. Ou à Al-Marbas. Je voudrais aller toilette. Je voudrais aller toilette. Anna ouvrit un azabé la toilette. Taban toilette. Quel maïs a fait la kelma pluriel gamme. Fin l'article est à gamme. Ou toilette. Et bien, je voudrais aller aux toilettes. Je voudrais aller aux toilettes. Mais c'est l'autre. Il va ciné. Il va ciné. Ou azabé la cinéma. Cinéma. طبعا سينما كلمة مذكرة هتبقى و سينما. الفا ريستورون هي تذهب ريستورون مطعم ها ريستورون كلمة مذكرة هتبقى ايه؟ الفا برافو او ريستورون. جو رونتر ميزون رونتر يرجع يعود ميزون البيت ها جو رونتر ها ميزون كلمة في منا على ميزون. نوزالون بيراميد قلنا بيراميد كلمة مؤنثة فهتبقى هنا الافضل نوزالون على عفوا هنا كلمه جمع هي بيراميد كلمه جمع فهتبقى او بيراميد نوزالون او بيراميد. الفا ايكول هو يذهب للمدرسه الفا ا ليكول هو يذهب الى المدرسه. راجع الفيديو ده تاني براحتك بس ملخص كده بسرعه لزاختيك لكونتراكتي ادوات الادغام مع على لتر ا هي ان حرف الجر بيجي بعديه اختكلي ديفيني لو لا الابوستروف لي فبيتغير شكلهم بيطلع لي الاربع ادوات اللي قدامك دول او الا الابوستروف هو افيك اكس او لكلمه مذكر الا لكلمه فيمينا الابوستروف لكلمه فويل او لكلمه بلوريال. راجع الفيديو وراجع الاكزرسيز اللي فيه وحل الاسئله اللي في البوكلت واستنونا في فيديوهات تانية. ميرسي بور فو و الى فوا بروشين. Au revoir.